السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نهضر فيها على واحد الموضوع جد مهم، موضوع اللي بزاف ديال الشباب كيلتجؤوا ليه كمخرج وكحل جميل ورائع لكسب المال عن طريق الانترنت. هنا كنهضر على التجارة الإلكترونية. إذا اليوم التجارة الإلكترونية هو العمل اللي نصب عليه مجموعة من الشباب وفعلا كيحقوا منه أرباح، ولكن السؤال المطروح هل فعلا الأرباح اللي كيحصلوا عليها الشباب من التجارة الإلكترونية على قد المجهود اللي كيبذلوه في هذه التجارة الإلكترونية؟ إذا ما غاديش ندخل في بزاف ديال التفاصيل، ولكن اليوم في هذا الفيديو غادي نتقاسم معكم بعض الملاحظات اللي غادي تخلي اي واحد كيقوم بالتجاره الالكترونيه انه يطور من المشروع ديالو ويفكر بموضوعيه في المصاريف ديالو والارباح ديالو باش يلقى واحد التوازن ويلقى واحد الانتاجيه افضل. فهنا الناس اللي كيستعملوا التجاره الالكترونيه بغيت يعني نتشاور معهم ولا نتقاسم معهم بعض الارقام اللي استقيتها من الفيديوهات ديال الناس رواد في التجاره الالكترونيه واللي كيحققوا مبيعات كبيره كيحلموا بها الشباب المبتدئين. فهنا تنقولوا الناس اللي وصلوا لهذه الارباح هذه كيعانيوا من بعض المشاكل، فالناس اللي غادي يبداو خاصهم ياخذوهم بعين الاعتبار. هنا ما غاديش نجعل من التجاره الالكترونيه واحد الشيء اللي هو سوداوي ولا واحد الحاجه اللي هي بدون ايجابيات، بالعكس فهي حققت يعني مداخيل ورفعت من مستوى العيش بزاف ديال الناس، ولكن واش كاين طريقه باش نربحو اكثر وباش ناخدو واحد الجوده في النتائج عن طريق التجاره الالكترونيه؟ اذا انطلاقا من النتائج ديال الناس اللي واصلين والناس اللي محترفين، ف باش نحصلوا على 100 ديال المبيعات ولا باش نوصلوا على 100 ديال الطلبيات، لان ماشي كل الطلبيات كيطلبها لو كليون كنوصلوها ليه، فكاين اللي كتكون انجوانيابل، كاين اللي ما كيبغيش يتواصل مع الموزع، كاين اللي كتوصلها ليه وكترجع له دور. هادشي كلشي تيعرفوه الناس في التجاره الالكترونيه، ولكن كاين معدلات. فانطلاقا من الناس اللي المحترفين خديت بعض الارقام، لقيت بان ملي كان يحصل شخص على 100 طلبيه فهو فقط كيليفري واحد 50، لان 70% تقريبا ما كتكونفيرماش، يعني ملي كنديروا ديك الاتصالات باش نكونفيرميو لي كوموند ما تيتكونفيرماوش. كذلك الناس ملي كنتصلوا بهم وكيكونفيرميو معانا كاين اللي ما تياخدش الطلبيه لسبب او لاخر، ولكن الاحصائيات كتعطي بان تقريبا من 100 طلبيه كنكونفيرميو واحد 50. السؤال المطروح هو كيفاش نوصل لهاد 100 ديال المبيعات اللي غادي نبذل واحد المجهود كثير وغادي نخلص واحد الاموال باهظه، لا بالنسبه للادسنس لا بالنسبه للتوصيل وشركه التوصيل. في التالي الموزع ولا هذا المسوق عبر التجاره الالكترونيه ملي كيحصل على واحد النتائج جد مرضيه، فهنا كنجيو نديروا واحد الحسابات، كنحسبوا راس المال بشحال طاح عليا، يعني البروجي يعني من ناحيه ديال السلعه بشحال شريتها، كنزيدو شحال خسرت ديال الادس، فتقريبا 100 مبيعه الا كنتي محترف وقدرتي لو تيست ديالك، على الاقل خصك واحد 1000 درهم ديال السبونسورين اللي غتخلص الادس. كذلك على الاقل باش تليفري واحد 50 كوموند، هادشي الا ما كانش كيتحسب عليك الرودور، فكاين دي سوسيتي اللي كيحسبوا الرودور، كاين اللي ما كيحسبوش الرودور، ولكن كنبقاو عاوتاني باش تلقى شركه اللي غادي تعطيك الفلوس ديالك بسرعه وغادي تكون واحد الضمان وغادي تكون واحد يعني لو طو ديال لا كونفيرسيون يكون طالع، خاصك تختار واحد الشركه اللي هي معروفه، وهكا غادي يولي ما عندكش حق مثلا في الروتور، بزاف ديال المسائل. اذا حنا غادي ناخذ تقريبا واحد 40 درهم لكل طلبيه، اذا زولنا منها لي روتور وزولنا منها الحق ديال التوصيل ديال الشركه، فهنا كتلقى راسك تقريبا كتقاسم الارباح ديالك ما بين شركه التوصيل وما بين الادس. هذا الشيء الا كنتي محترف، ما المبتدئين غالبا ما تيكونوا المصاريف ديال الصرف ديال بالتوصيل والمصاريف ديال الادسنس اكبر من الارباح ديالهم، وهذا هو اللي كيخلي بزاف ديال الناس يابوندونيو وما يكملوش في التجاره
الإلكترونية. إذا هنا بغيت نوقف عند ديك الناس اللي كيديروا يعني فيديوهات وكينصحوا الشباب أنهم يديروا التجارة الإلكترونية، كنشكرهم على هذه البادرة، ولكن ما خصناش نبقاو نعطيو غير الوجه الجيد، غير الوجه يعني المشرق، فالناس كنطيحوهم في التغرير. هنا يقدر أي شخص، وهذا الشيء كنشوفوا بزاف ديال يعني الاشخاص اللي تعرضوا لهذه المسائل هذه، هو انه تيقلب على راس المال ديالو، كيبدا التجاره الالكترونيه ويصاوب لو ستور ديالو ويبدا يدير الادسنس ديالو، ولكن ملي كيضرب الحساب كيلقى راسو يعني ما محققش واحد الارباح اللي بذل عليهم واحد المجهود كبير. اذا شكون اللي كيزيدنا من هذه المشاكل؟ هو الثمن ديال لو برودوي. فلا بلوبار ديال الناس ملي كيبيعوا كيمشيو في واحد لي برودوي يعني تقريبا ما بين 200 حتى 300 درهم، هذا هو لو برودوي اللي كيتمشى الاغلبيه في التجاره الالكترونيه. اذا هنا ملي تنكون انا كنبيع واحد البرودوي ب 200 درهم، فاذا كان برودوي غيتباع وغيلقى اقبال خص تكون الكاليتي ديالو مزيانه، وبالتالي السعر ديالو غيكون طالع على الاقل واحد 100 درهم. وهنا ملي تيكون عندي برودوي ب 100 درهم وتنليفريه انا عبر شركه التوصيل اللي كنعطيها على الاقل واحد 40 درهم في كل توصيل بدون حساب لي روتور، فهنا كنلقى راسي كنخدم على ديك شركه التوصيل. فانت سواء بعتي ولا ما بعتيش 40 درهم راه مشات. هنا ديك 40 درهم الا جيتي تشوف راه تقريبا راه يعني تقريبا مع النصف ديال الارباح ديالك، يعني بحال انت خدام على ديك الشركه ماشي كتخدم للصالح ديالك. اذا هنا ما جيتش باش نقول هاد الحوايج باش نجعل من التجاره الالكترونيه شي حاجه اللي هي خايبه، وانما لا، بغيت الناس اللي كيديروا التجاره الالكترونيه ينتبهوا لهذه المسائل هذه. وعندي لهم اقتراح، هذا الاقتراح تنقوم يعني انطلاقا من تجربه شخصيه. فالعمل على منتجات اللي عندهم السعر ديالهم طالع، انت ملي كتحط الادسنس فيسبوك ولا جوجل ولا اي منصه ما كتقولكش شحال الثمن ديال لو برودوي باش تشوف المبيعات، لا، يعني انت كتيستي لو برودوي ديالك بشحال ما كان الثمن ديالو المبيعات ولا لو طو هذاك الثمن ديال لي كليك تيبقى هو هو. علاش انا غادي نقلب على برودوي ديال 50 درهم ولا 100 درهم ونخدم عليه؟ علاش ما نقلبش على دي برودوي اللي فوق 500 درهم؟ على الاقل ملي غادي نليفريه انايا بواحد الثمن ما غاديش نحس بان هذاك الشركه راها قدها قدي في الارباح، على الاقل غتاخذ واحد النسبه ديال 10% حتى 20% ديال الارباح يعني مقبوله، ولكن باش تاخذ معايا 50% ديال الارباح هنا ما غنكونش خدام عند راسي، وانما غنكون خدام عند شركه ديال التوصيل. اذا هنا كنقترح على الناس اللي عندهم ستور، عندهم كيعرفوا يديروا الادس ديالهم وتيقلبوا على دي برودوي، كنقترح عليهم يخدموا بلي برودوي فور ايفر ليفي برودكتس. علاش؟ لان الثمن ديالهم طالع، هذا ستان افونتاج، ومعروفين في السوق وعندهم لي كليون ديالهم، وكذلك الوزن ديالهم خفيف، يعني طريقة الإرسال ديالهم غتكون مضمونة، لأن حتى اللومبالاج ديالهم صحيح، دونك دائما تيوصلوا في صحة جيدة، والثمن ديالهم مقارنة مع لا ليفريزون تيكون هابط. هنا كاين واحد المشكل آخر، فباش تكونفيرمي الطلبية ديالك بلي برودوي فور ايفر ماشي ساهل، لأن هنا ماشي كتبيع عند دار ولا سبرديلة ولا ما كديرش لا فونت، هنا كدير لا كوميرسياليزاسيون، كدير لو ماركتين. دونك شنو هو الفرق ما بين البيع والتسويق؟ البيع هو واحد المنتج معروف ساهل، ملي كنمشي عند مول الحانوت بغيت الزيت السكر اتاي ما غيبقاش يشرح لي هو شنو هو السكر شنو هو الزيت شنو هي اتاي، غتقول له عطيني باكيه ديال السكر غادي يعطيها لك، هذا كيتسمى البيع، اي واحد يمكن له يدير هذه القضيه هذه، وتيكون الارباح ديالو بسيطه كما كيديروا الناس في التجاره الالكترونيه. ولكن الارباح الكبيره كتجي مع التسويق. شنو هو التسويق؟ عندي واحد المنتج انا كنعرف عليه ولكن الناس الاخرين ما تيعرفوش عليه، واحد المعلومات اللي غتخلي ديك لو برودوي يتباع، هنا كيجي التكوين على المنتجات. لذلك انت الا بغيتي تحقق ارباح كبيره غتختار واحد البرودوي ديال فور ايفر اللي الثمن ديالو طالع، تقدر تختار اون جام، يعني ما كتخدمش على منتج، كتخدم على ثلاثه ديال المنتجات ولا اربعه ديال المنتجات اللي كيعطيونا حل بالنسبه للمشاكل ديال تساقط الشعر مثلا، مشكل ديال المشاكل ديال الوجه، مشاكل ديال الوزن، زياده في الوزن، نقص في الوزن. اذا هاد لي جام كيكون الثمن ديالهم طالع وتيكونوا لي كليون ديالهم موجودين، ولكن كتبقى طريقه اخرى كيفاش تكلوتوري هذيك لا كوموند ديالك، وكيفاش انك
تحقق